السيد رئيس جماعة ولاة ستوت، السيد رئيس جمعية منتدى الشرق للسلام والطرقية والتنمية بمدينة زيو، أعضاء المكتب، السيدات والسادة الأساتذة، أيها التلاميذ الأعزاء والتلميذات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يحل علينا ويشرق يوما عزيزا على المغاربة من وجدة إلى طنجة إلى الجويرة، يوم وطني خالد، ألا وهو 18 من شهر فبراير الذي يؤرخ لليوم الوطني للسلامة الطرقية ببلادنا، حيث أن هذا الموضوع أصبح يقض مضاجع الساكنة على اختلاف مشاربها من راجلين وسائقين وسائق العربات الدراجات النارية والهوائية وكل مستعملي الطرق سواء في المجال الحضري أو في المجال القروي. وليكن في علم العموم أن الطرقات وحربها تحصد أزيد من 35 شخص كل يوم على الطرقات المغربية، وأكبر عدد من الذين يلقون حتفهم هم الراجلون طبعا، وهذا راجع إلى أسباب عديدة وكثيرة يمكن أن نحصيها أو نعدها في هذا اللقاء مع التلاميذ الأعزاء، ولا يسعنا إلا أن نهنئ اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير على المستوى المركزي بالرباط التي تتجاوب معنا، وقد مثلنا الجهة الشرقية بالمؤتمر الإفريقي الأول بمراكش الشهر الفارط، آملين أن تجد كلمتنا أو أن تجد كلمتنا آذانا صاغية لتطبيق مدونة السير، وكل من سار على الدرب وصل، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. السيد رئيس جمعية منتدى الشرق للسلامة الطرقية والتنمية بزيو، السيد رئيس جماعة ولاة ستوت، السادة الأساتذة، نيابة عن تلاميذ وتلميذات أساتذة أستاذات مجموعة مدارس إدريس الثاني، أرحب بكم في رحاب المؤسسة وضمن تغطيتكم لهذه الأنشطة التحسيسية التي تخلد لي اليوم أو الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية من أجل تحسيس ناشئتنا بهذا اليوم وبضرورة احترام إشارات المرور، وأيضا للتحسيس بخطورة الطريق، سيما وأن مؤسستنا تتواجد بمحاذاة الطريق الرئيسية. إذن في إطار الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية وتنفيذا لاستراتيجية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في مجال الوقاية والأمن الإنساني الهادفة إلى الارتقاء والتحسيس بالسلامة الطرقية لفائدة ناشئتنا، وعملا بمبدأ تغيير السلوك البدني وتكريس السلوكات الإيجابية تحت شعار التزم من أجل الحياة،
وبشراكة مع جمعية منتدى السلام الطرقية بزيو وقيادة الدرك الملكي التي اعتذرت آخيرا عن حضورها لهذا النشاط التوعوي التحسيسي، وأيضا بشراكة مع الجماعة القروية لأولاد ستوت، والتي نقدم الشكر الجزيل لرئيسها وكافة مستشاريها على مجهوداتهم التي تقدم للأطفال وللمؤسسة كلما اتصلنا بهم من أجل الدعم والمساندة. إذن أشكر أيضا الجمعية التي أتاحت جمعية منتدى الشرق للسلام الطرقية على مجهوداتها التي تقوم بها دوما سواء محليا أو على صعيد المدار الحضري، ونشكر لهم مبادرتهم هذه التي عرجت على العالم القروي لما فيه من خير لهذه الناشئة. إذن أشكركم جميعا، وباسم جميع الأطر التربوية بالمؤسسة أجدد الشكر لأعضاء جمعية منتدى الشرق للسلام الطرقية على تنشيطها لهذه الأمسية، والتي ستكون ضمن ورشات سواء تطبيقية أو نظرية بالحجرات، وأيضا في الإسعافات الأولية بالنسبة للمستويين الرابع والسادس. تحية تربوية عالية، وشكرا لكم على تلبيتكم هذه الدعوة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أو ما تحترموا وغادي نعاود لكم فرص اخرى ان شاء الله، ما حدكم نتوما لقيناكم ربي مزيان وعندكم واحد الثقافه تبارك الله ما شاء الله عليكم. اذا حنا سنشجعكم كجمعيه منتدى الشرق للسلام الطرقيه والتنميه بزيو.